اهلا بحضراتكم مره تانية. محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم، ويمكن نيكولا المدير الرياضي لفريق الفتح السعودي سالته سؤال وقلت له هل يستطيع الدوري السعودي اقتحام التوب 5 ليجز في العالم كله، وقال قريب جدا. في الفاصل قلت لي راي مختلف. صحيح، لا انا شايف لسه بعيد، لسه شويه. ليه؟ لان احنا دلوقتي بعد كل النفقات ديت وترتيب السعوديه، وهنتكلم عليها انا عارف بعد شويه ترتيبهم في اجمالي النفقات المصروفه، لسه بعيد بعد تحقيق القيمة التسويقية لكل نادي فيهم. يعني بعد كل المصروفات ديت يا كابتن هاني، لسه على سبيل المثال مان سيتي هو أقوى قيمة تسويقية حتى الآن، ثم الأرسنال، ثم البي اس جي، ثم ريال مدريد وتشيلسي. يعني بتكلم عشان تكون في التوب 5 ليكس محتاج ان انت تعلي القيمة التسويقية للأندية. فانت بنتكلم في الهلال، بنتكلم في الاتحاد جده، بنتكلم في طبعا الاهلي، الشباب. لا انت محتاج، انت بتتكلم في اربع خمس لعيبه جبتهم لكل فريق، فانت محتاج ان انت ترفع قيمه تسويقيه للفريق كله، للنادي كله، علشان تنافس وتوصل للتوب رانكينج، للتوب 5 ليكس. بنتكلم في فرق مهما صرفت. انا معاك ان هو مش الكلام مش هيبقى ما بين يوم وليله، ولكن ممكن جدا يكون ده التارجت، ممكن يكون ده الخطه في المستقبل، ان الدوري السعودي يكون من احد الانديه الكبرى او الفايف توب ليجز. هيجي على حساب مين؟ يعني لو قلنا مشينا كده سنتين ثلاثه الامور استمرت بهذا الشكل، مين الدوريات اللي ممكن جدا تتاثر جدا بالسوق السعودي او بالدوري السعودي؟ ممكن نتكلم في الدوري الالماني، يعني وده بعد وقت كمان، لان بعد وقت طبعا الخطه هناك شويه في المانيا مرتبطين ببادجت معين، طبعا بقاعده معينه. وعايز اقول لك الحقيقه الكره الالمانيه الحقيقه برضو بتمر بازمات كبيره جدا من بعد كاس العالم، لهزيمه كمان كبيره جدا، اقاله هانز فليك. صحيح. مين بقى اللي هيجي؟ في بعض الاسماء، في ناجلسمان، وطبعا رودي فولر. فولر هيقود الفريق طبعا لحد تصفيات اليورو بشكل يعني ودي مؤقت يعني. الى ان طبعا في كلام كبير على ناجلسمان بشكل كبير، في كلام على زين الدين زيدان. هل ما استبعد تماما، لان زين الدين زيدان هو عنده ميول وطموحات اخرى، يعني هو يعني يتمنى تدريب المنتخب الفرنسي ده في الاولويات الاولى، ولكن لا، لكن ممكن. كمان المنتخب الالماني اسم كبير في اوروبا طبعاً. لكن تفتكر برضو عامل اللغه شويه ممكن يكون مش مناسب لزين الدين زيدان دلوقتي؟ هل هو عينه فعلا على المنتخب الفرنسي في الفتره اللي جايه؟ زين الدين زيدان بقاله فترات مبتعد حتى على الانديه، تعرض عليه بعض الانديه، لكن هو منتظر فعلا المنتخب السعودي يعني. صحيح، لان هو التارجت يعني رقم واحد هو بالنسبه له هو المنتخب الفرنسي، لان اتعرض عليه طبعا دوريات او يعني منتخبات، حتى منتخبات عربيه، ورفض كل الكلام ده كله، لان هو حابب طبعا ان هو يكمل مسيرته مع او ريال مدريد يعني. صحيح. ده اوبشن 2 او الثاني. يعني بنتكلم مثلا دلوقتي في القيمه التسويقيه للانديه، بنتكلم فوق المليار يورو لمثلا مان سيتي، وبرضه مليار، فوق المليار يعني، فوارق بسيطه جدا، ثم الارسنال، ثم كده. دي اول نقطه كابتن. النقطه الثانيه، احنا شايفين هل النفقات والمصروفات واستقطاب اللعيبه العالميه واستقطاب مشاهده كبيره للدوري السعودي هينجح المنتخب السعودي، هيأثر بشكل ايجابي في المنتخب السعودي؟ الى ان في البدايات لا، لان احنا دلوقتي عندنا المباراه اللي فاتت كانت يوم الجمعه امام كوستاريكا، مع طبعا منشيلي اول مباراه لي مع اول المنتخب. مباراه خساره 3-1 امام كوستاريكا. عنده مباراه غدا اعتقد مع كوريا يوم الجمعه، او غدا ايوه مع كوريا الجنوبيه. هنشوف هل يتطور المنتخب السعودي. عايز اسالك، هل ده بيأثر فعلا على اللاعب السعودي؟ في نظريه تقول لك لا، ما هو انت لما بتلعب ضد ساديو ماني ورونالدو واللعيبه الكبار دي، اللاعب السعودي بيكتسب خبرات. في راي تاني يقول لك لا، ما دي اماكن ممكن جدا يكون عندك لاعب واعد في السعوديه او سعودي بيلعب في مركز مثلا ساديو ماني، فما عندوش فرصه انه يلعب. شايف انت الاتجاه اني افضل؟ يعني نيكولا قال لا، ده ممكن يساعد المنتخب بشكل كبير، لان هم مهتمين جدا بالدرجه الثانيه، مهتمين جدا باللاعب السعودي وتاسيسه من البدايه. يعني هو يعني الشكلين، انا شايف ان احتكاك اللعيبه السعوديين باللعيبه العالميين اللي زي كده واكتساب خبرات منهم يلعب جنبهم طبعا هتاثر معاه بشكل كويس، بشكل ايجابي، هتساعده ان هو ممكن
تديله طبعا خبرات اكتر، خاصه في التدريب وفي اوضه اللبس يا كابتن هاني، من هو برضو بيسمع لعيبه كبيره طبعا جدا لنجوم كبار، بيتعلم منهم اكيد وبيتعكس بشكل ايجابي عليهم. وفي نفس الوقت المشكله الكبرى ان اكيد هيقعد دكه وهيلاعب العالمي دوت هيلعب على حسابه، فاعتقد عدد مشاركاته مش هتكون كبيره. صح. وده برضو عامل تاني لابد يتاخد في الاعتبار. طيب.